لأول مرة وعلى مرمى حجر من الاحتلال الإسرائيلي. مناورات جوية بين روسيا والنظام تضمنت مشاركة طائرات وأنظمة صاروخية. الأردن يحدد خياره لمواجهة مخدرات الأسد عقب موقعة الحدود. عمان تقول إنها ستلجأ للعسكرة، وتلفزيون سوريا يكشف مسار التهريب. والموند الفرنسية تفرد تقريرا خاصا عن الكبتاغون السوري. حافظ الأسد أنشأ المدرسة. علي دوبا روج المنتجات، والعصابة الحالية ورثت الكار. جولة جديدة من ما تبقى، حياكم الله. أجرت روسيا مناورات جوية مشتركة مع قوات النظام في عدة مناطق من سوريا، ولأول مرة بالقرب من الجولان المحتل. وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان إن الطيارين الروس أجروا دورية جوية مشتركة مع قوات النظام على طول مرتفعات الجولان، ثم على طول الحدود الجنوبية حتى نهر الفرات وفوق المناطق الشمالية من سوريا. المزيد مع أحمد عاصي. تستمر روسيا بدعمها غير المحدود لنظام الأسد وإعادة تأهيل قواته العسكرية على ما يبدو من الصحراء السورية التي شهدت خلال الفترة الأخيرة مناورات عسكرية مشتركة لعناصر من النظام بإشراف ضباط الروس إلى مناطق أخرى للتدريب على المضادات الجوية والأسلحة الحديثة والمتطورة. أكثر من معركة وأقل من حرب. تعلن القوات الروسية عن إجراء تدريبات عسكرية جديدة نفذها سلاح الجو الروسي بمشاركة مقاتلات وعناصر للنظام استخدمت فيها مقاتلات متطورة بينها طائرات سيخوي 35. تدريبات قرب الاحتلال. تقول الوزارة إن الطائرات الروسية أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في الساحل السوري، بينما أقلعت طائرات النظام من مطار السين العسكري ومطار الضمير في محيط العاصمة دمشق. نفذت خلالها تدريبات ضربات جوية ضد أهداف وهمية، لكن هذه المرة عند مرتفعات الجولان المحتل القريبة من الحدود الإسرائيلية. من الأرض إلى الجو. لا تبدو أن تلك التدريبات بعيدة عن الاستراتيجية الروسية في إعادة تأهيل النظام، لكنها المرة الأولى التي تعمل فيها الطائرات الروسية والتابعة للنظام ضمن تشكيلات قتالية موحدة بين الجانبين. من الناحية الفنية والتكتيكية تزامنت مع تدريب مشترك في البادية السورية على طائرات مقاتلة من طراز ميج 29 بغرض القيام بدوريات مشتركة على الطريق الرئيسية في البادية السورية من تدمر إلى دير الزور والميادين والحسكة، مع تصاعد حدة المواجهات بين تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة. عين على تل أبيب وطهران وأخرى تراقب التنظيم. التدريبات الأخيرة تأتي بعد أيام من تسيير دوريات عسكرية مشتركة مع قوات النظام في مرفأ اللاذقية بعد استهدافه بغارات إسرائيلية شاركت فيها وحدات خاصة من الشرطة العسكرية باستخدام مركبات عسكرية متنوعة بمرافقة جوية من طائرات مسيرة تابعة للقوات الجوية الروسية. التحركات الروسية الأخيرة تثير جملة من التساؤلات حول أهدافها مع وصولها إلى الجولان المحتل، فهل توجه موسكو رسائل لتل أبيب أم أنها تسعى للتضييق على الميليشيات الإيرانية بحجة محاربة تنظيم الدولة الذي بدأ كأنه يبعث من جديد؟
هذه جديدة جدا فوق مرتفعات الجولان المحتل لأول مرة منذ 1974، منذ اتفاقية فصل القوات، والطيران السوري طيران النظام لم يشتم هواء الجولان. هو أول انطلاقة الثورة حدثت غارة أو غارتين سمحت إسرائيل وقتها لطيران النظام بتنفيذ غارات على درعا، كان لابد من اختراق الأجواء فوق الجولان المحتل. لكن منذ 1974 القوم لم تشتم طائراتهم ذرة من هواء الجولان المحتل، هذه أول مرة. والروس أعلنوا هذا الكلام، وكالة نوفوستي هي التي أعلنت هذا الكلام. قال لك الطيارين السوريين استخدموا طائرات الميك 23 وميك 29 وراقبوا المجال الجوي ووفروا الغطاء للطيارين الروس. الروس هم الذين نفذوا غارات على الأهداف الوهمية. قبل أيام أيضا الروس أعلنوا عن تنفيذ أيضا دوريات مشتركة مع النظام في مرفأ اللاذقية، دوريات الشرطة العسكرية الروسية مع دوريات من النظام في مرفأ اللاذقية. واليوم الروس يعلنون عن دوريات جوية مشتركة، هذه المرة في السماء في اللاذقية على الأرض برفقة النظام. كلا الأمرين مهمين بالنسبة لإسرائيل، سواء مرفأ اللاذقية أو مرتفعات الجولان. البعض يقول هذه رسالة للإسرائيليين، نحن الأمر بيدنا والنظام في جيبنا لا في جيب الإيرانيين. قد تكون هذه هي الرسالة الروسية. لذلك أيها القوم في إسرائيل لا تقلقوا، نحن جاركم الشمالي. هم الإسرائيليون يسمون الروس جارهم الشمالي، في سوريا يسمونهم جارهم الشمالي. فهذا الجار الشمالي يقول للجماعة في تل أبيب لا تقلقوا، مرفأ اللاذقية تحت سيطرتنا، وهذه حدود الجولان المحتل تحت سيطرتنا. ما يفهم بأنه يمكن أن يكون تضييق على الميليشيات الإيرانية الموجودة على تخوم الجولان المحتل. ربما يفهم هذا الأمر، لكن هذا الأمر له كذلك ما ينغصه. الذي يزيد في هذه الرواية ما يتردد الآن عن نية موسكو كذلك السيطرة على مطار دمشق الدولي، وتخليص الجزء الذي تسيطر عليه إيران، تخليصه من أيدي الإيرانيين. إذا فعلتها موسكو كذلك، وهي فعلتها في مرفأ اللاذقية، ثم تفعلها في مطار دمشق الدولي، ثم وصولا إلى الجولان المحتل، رسالة لا تقبل الشك. عربون محبة من طراز الرفيع بالنسبة للإسرائيليين. لكن هذا الأمر له ما يناقضه، هكذا البعض يقول. إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني ذهب إلى الكرملين وصلى في قاعة كاترين الثانية، أقام الصلاة إبراهيم رئيسي، ودخلت القطع البحرية العسكرية الإيرانية والروسية والصينية في المحيط الهندي وفي بحر عمان في مناورات مشتركة قبل 3 أيام تزامنا مع الزيارة، فيما يعتبر رسالة صريحة للغرب من قبل موسكو ومن قبل الصينيين. وإيران تريد هذا الأمر، وإيران أصلا تريد أن بعد اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع الصين مدة 25 سنة بقيمة 450 مليار، الآن تريد أن توقع اتفاق أمني واقتصادي مديد ترفعه لمدة 20 سنة كذلك مع الروس، هكذا تريد إيران. هل نجحت زيارة إبراهيم رئيسي إلى موسكو في سوريا؟ يبدو أنها لم تنجح، وفقا لما يحدث في اللاذقية، وفقا لهذه الدوريات في الجولان المحتل، ولما يتوقع أن يحدث في مطار دمشق الدولي. لكن في غير سوريا ربما أتت ثمارها هذه الزيارة، لأن موسكو بحاجة طهران، بحاجة ماسة وصميمية، وكذلك الإيرانيون بحاجة صميمية للروس، والروس يتلاعبون بالجميع، هكذا البعض يقول. الأستاذ سلام كواكبي له مقال مهم جدا، يقول لك إن فلاديمير بوتين يقود المشهد الآن بعقلية رجل الأمن لا عقلية السياسي، وهو يتحكم في كل شيء بروسيا. هو يعيد التذكير بحادثة مهمة جدا قد تكون محرك الأحداث فيما يتعلق بالعقلية القيصرية لفلاديمير بوتين. يذكر أنه في 95 مؤتمر صحفي شهير وقتها للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والرئيس الروسي الأسبق بوريس يلسن، وقتها يلسن خرج أمام الكاميرات مخمورا، وخرج الرجل يترنح ذات اليمين وذات الشمال، ووقتها بيل كلينتون ضحك ملء شدقيه على بوريس يلسن. هذا الأمر جرح الذاكرة أو الوجدان الروسي. هذه الحادثة تؤسس للوجدان الجمعي الروسي، على الأقل الوجدان الطبقة الحاكمة فيما يتعلق بتصرفات القياصرة الروس الآن تجاه الكوكب كله. هذه روسيا الآن من أرمينيا إلى كازاخستان إلى سوريا إلى ليبيا
إلى مصر، تحاول كذلك في مصر وصولا طبعا إلى أوكرانيا شبه جزيرة القرم وبيلاروسيا والآن أوكرانيا. هذا الجيش الروسي في طول الأرض وعرضها، هذا القيصر الروسي يكلف سيف الدولة الجيش أهمه، وقد عجزت عنه الجيوش والخضارم، خميس بشرق الأرض والخميس بشرق الأرض والغرب زحفه، خميس بشرق الأرض والغرب زحفه، وفي أذن الجوزاء منه زمازم هذه الجيوش القيصرية على مدى. وجو بايدن يتفرج، دونالد ترامب قال ذات يوم عن جو بايدن هذا العجوز النائم الكثير الشخير، هو فعلا هكذا يبدو، الكل يتفرج على فلاديمير بوتين وهو يحرك ويناور قواته ذات اليمين وذات الشمال، هو صديق استراتيجي للإسرائيليين، وهذه المناورات مع الإسرائيليين مزيد من الصداقة والحب للإسرائيليين. لكن هناك موقف قادم بالنسبة للإسرائيليين، إذا صعدت الأزمة الأوكرانية موسكو بحاجة أن تل أبيب لابد أن تتخذ موقف، إما مع واشنطن أو مع موسكو، هي علاقتها حلفها صميمي مع الغرب وكذلك حلفها صميمي مع الروس على الأقل فيما يتعلق بسوريا، لذلك تل أبيب في موقف محرج إذا تصاعدت الأزمة الأوكرانية بين الشرق والغرب. وربما في سياق التسبيق على تل أبيب ومواقفها من الأزمة الأوكرانية ربما تأتي هذه الطلعات الجوية المشتركة. أعلن الجيش الأردني تغيير قواعد الاشتباك على حدوده مع سوريا. قناة المملكة الأردنية نقلت عن قائد المنطقة العسكرية الشرقية العميد نجي المناصير توعده بقتل كل من تسول له نفسه الاقتراب من الحدود الأردنية، مشيرا إلى تغيير قواعد الاشتباك مع المهربين. في سياق نفسه كشفت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا مسار تصنيع وتهريب المخدرات من الجنوب السوري إلى الأردن. من يقترب من حدودنا فسيكون في مرمى نيراننا، من تسول له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء فسيقتل، لن نسامح في قتل جيشنا. الجيش الأردني يعلن تغيير قواعد الاشتباك على حدوده ويهدد بأشد العقاب. عمان، الحرب خيارنا. قناة المملكة الأردنية تنقل عن قائد المنطقة العسكرية الشرقية العميد نجي المناصير توعده بقتل كل من تسول له نفسه الاقتراب من الحدود الأردنية، مشيراً إلى تغيير قواعد الاشتباك وإظهار الروح العدوانية بتنفيذ عمليات التعرض ومهاجمة المهربين في وكرهم لمنعهم من الدخول إلى داخل أراضي وحدود الدولة الأردنية. ما أصل المشكلة؟ تهديدات الجيش الأردني تأتي بعد أيام من مقتل ضابط أردني في أثناء اشتباك مع مجموعة من مهربي المخدرات على الحدود مع سوريا، حيث ضبط الجيش كمية كبيرة من الكبتاغون فيما فر المهربون إلى الداخل السوري. المسار. مصادر لموقع تلفزيون سوريا كشفت مسار تهريب المخدرات في الجنوب السوري إلى الأردن ودول الخليج، وكذلك أسماء قيادات النظام القائمين على تجارة المخدرات وتصنيعها ونقلها، حيث حولت الفرقة الرابعة وميليشيا حزب الله اللبناني محافظتي درعا والسويداء إلى نقطتي عبور للمواد المخدرة. الفرقة 901 تضبط الإيقاع. المصادر أكدت أن الفرقة 901 التابعة لحزب الله ترعى تهريب حبوب الكبتاغون من لبنان إلى اللاجات في درعا التي يقيم قواعد فيها عبر ريف دمشق قبل وصولها إلى شرقي درعا، ويتم تجهيز الشحنات لتهريبها إلى الأردن أو بيعها في الأسواق المحلية، ويساعد الحزب في عملياته متعاونون محليون من أبرزهم خلدون الحتيتي، حسين وهيبان، هايل الرويسي وآخرون. بشار، ها نحن نحارب. الفرقة الرابعة قد أنشأت مكبساً لضغط حبوب الكبتاغون في خراب الشحن بدرعا، وبحسب المصادر فإن العمل يشرف عليه متعاونون يحملون بطاقات أمنية صادرة عن المكتب الأمني في الفرقة الرابعة، أما النظام
فمن باب ذر الرماد في العيون وامتصاص الغضب الأردني والدولي يلجأ إلى تمثيلية إحباط عمليات تهريب. يعني الجيش الأردني يقول تغيرت قواعد الاشتباك وسوف نقتل كل من يقترب وهذه منطقة عازلة إلى آخره من هذه التصريحات. يعني القوم مكلومون بالنقيب موسى الخضيرات رحمه الله، وأدخله فسيح جناته وصبر أهله وشاف جرح الجيش الأردني. القوم مكلومون، ما زال الجرح ساخنا، لذلك يخرج هذا القائد المنطقة العسكرية يقول والله سوف نقتل كل من يقترب. سميح المعايطة قبل يومين قال إنه هذا الأمر يفوق إمكانيات مهربين عاديين. الرجل يريد أن يقول هذا أمر تتخذه تفعله منظمات تنظيمات، يعني سمي الأشياء بمسمياتها. هذا الأمر ينظمه حزب الله والفرقة الرابعة والنظام. هو يقول بدأت الأصوات كثيرة من الجانب الأردني تقول هذا الأمر يفوق إمكانيات المهرب العادي، سواء على صعيد الاشتباك والتسليح والحركة وسهولة الحركة. هذا الأمر يرعاه النظام السوري، يعني النظام الأردني لابد أنه يعرف هذا الأمر. يعني ما الذي سوف يقوله قائد؟ سوف نقتل، لكن يعني نحن أتيناكم بالمعلومات. نريح المخابرات الأردنية، يعني المعلومات واضحة. الفرقة الرابعة وميليشيا حزب الله حولت الدرعة والسويداء كمنصة، الفرقة الرابعة وحزب الله حولت الدرعة والسويداء لمنصات لتصدير الكبتاغون، والمواقع موجودة. بلدة الكوية، هاي الكوية في جنوب غرب درعا، وتل الشهاب كذلك في جنوب غرب درعا، هذه في حوض اليرموك. خراب الشحم، الامتاعية ونصيب، هذه في الريف درعا الشرقي على طول الحدود. منها هناك مصانع كبتاغون يتم فيها تجميع الكبتاغون وإدخاله للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. كذلك في منطقتي الشعاب وخربة عواد، هذه في السويداء على الحدود. حزب الله هو المتكفل بنقل الكبتاغون من لبنان إلى منطقة اللجاء هذه بين درعا والسويداء، ومن ثم من اللجاء إلى الامتاعية ونصيب أو إلى الكوية وتل الشهاب، ومن ثم إلى الأردن الشقيق. وكذلك الأسماء، يعني الأمر واضح يا قوم، يعني لا حاجة للتعب، لا حاجة، تواصلوا معنا ونحن نعطيكم المعلومات. الفرقة الرابعة لديها مكبس لضغط حبوب الكبتاغون في خراب الشحم. أيضا النشاط الفرقة الرابعة الخاص بالمخدرات في محافظة درعا، المكتب الأمني للفرقة الرابعة هو من يشرف على نشاط المخدرات. بلدة نصيب هذه على الحدود، تعرفونها لنصيب، تعرفونها جيدا، يتم بها تغليف المواد المخدرة وتجهيزها استعدادا لإرسالها للمعبر، المعبر الذي قال نظام الأردني أنه يعني يقف على جنات عدن. هذا معبر نصيب هكذا صوره، لا يوجد جنات عدن خلف المعبر، لا يوجد، يوجد كبتاغون ومصانع كبتاغون، يعني هذا ما يوجد. كذلك أيضا يعني من الأخبار، هناك مادة مخدرة جديدة الآن تنتشر في درعا، بشراكم، ليس الكبتاغون، أرخص من الكبتاغون، يسموه محليا الشبو، هو الكريستال، نوع جديد من الكريستال، هذا أرخص وأشد فتكا بالشباب. هذا يوضع في أنابيب بلاستيكية ويحرق، يعني شيء تشظي وضياع وقتل مستقبل وتدمير وتحطيم. هذا الشبو كذلك موجود في درعا وينتشر، أرخص من الكبتاغون. الكبتاغون تقريبا بدولار، يعني طبعا في السعودية $10 أو $15 حبة الكبتاغون يصل. أيضا الكريستال، طبعا بشراكم هو أساسا من إيران التي يريد الملك الأردني أن يجلبها إلى مؤتة. قال لك لماذا؟ لأن هناك في سياحة دينية في مؤتة. ليس هناك سياحة دينية في مؤتة جلالة الملك، هناك كريستال، هناك الشبو. طبعا هذا الكريستال ينتشر في درعا، أين؟ في نوى، في مدينة نوى في درعا. نوى تعرفونها، نوى قريبة من هذه، حواليها تل الجموع، وكذلك التي قاتل فيها اللواء 40 في الجيش الأردني يوم أن أتى الملك حسين بالمدفعية في حرب 73، ووقتها ضرب، هو أشرف على ضرب القذائف المدفعية في اللواء 40، واللواء 40 قاتل، يعني للأمانة كان في نوى اللواء 40 في تلال نوى الغربية.
في تل الجموع وكذلك التل الشهيرة الثانية التي خرج إليها بنو أمية وقتها عقدوا الملك لعبد الملك بن مروان. المهم هذه أخبار الأردن، كذلك من أخبار النظام الأردني اليوم هناك خبر لافت، النظام السوري أجل اجتماع مع الحكومة الأردنية فيما يتعلق من أجل ربط الكهرباء، أجله، هو كان يفترض الاجتماع الأربعاء، أجله النظام، النظام يتدلل على النظام الأردني، هو بعد كل هذا يعني النظام الأردني يحاول تسويق النظام السوري وكهرباء وغاز، المقابل ماذا؟ المقابل كريستال، والمقابل كبتاغون، والمقابل قتل عناصر من الجيش الأردني، وفوق كل هذا الآن النظام السوري يتدلل على النظام الأردني ويقول والله هذا الاجتماع هو يفترض أن يحدث الأربعاء، قال أجلناه. يتمنع النظام عموما. من أخبار الأردن، من أخبار الأردن يعني هناك خبر لافت الحقيقة، يقول هذا الإعلام الأردني ماذا يقول؟ قال والله هناك 10,000 حساب وهمي للتشويش على إنجازات الحكومة. هذا الإعلام الرسمي الأردني يقول هناك 10,000 حساب وهمي للتشويش على إنجازات الحكومة. يسأل سائل أين هي إنجازات الحكومة التي نريد أن نشوش عليها؟ والنظام الأردني تورط طبعا باستخدام نظام البيجاسوس وتجسس على المحامية والناشطة هالة عاهد. الوضع داخل الأردن الحقيقة وضع سيء. البردوني يقول لهم شموخ المثنى ظاهرا ولهم هوى إلى بابك الخرمي ينتسبوا. تحت عنوان الأسد يقود تجارة الكبتاغون في الشرق الأوسط، نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا كشفت فيه عن تاريخ استحواذ النظام على تصنيع وتجارة المخدرات منذ تدخل حافظ الأسد في الحرب الأهلية اللبنانية عام 1976 وصولا إلى اليوم. التقرير ذكر أن عملية تصنيع وتجارة المخدرات استمرت بين الأسد الأب والابن بشكل دورتين، أولاهما بدأت في لبنان واعتمدت على ضباط مقربين من النظام مثل اللواء علي دوبا، وثانيهما أكملها بشار بتهميش دوبا والاعتماد على أخيه ماهر. لوموند تقول أن الرفيق الخالد كان يشجع على تحويل مختبرات، إنشاء مختبرات لتحويل الأفيون إلى هيروين. كابرا عن كابر. هو أصلا من الذي أتى بالحشيش لكوكب الأرض؟ من؟ في جبال أصفهان يعني، والقصة معروفة. من أتى بالحشيش؟ غير هؤلاء
رفيق الخالد يعني يريد أن يطور الموضوع من أفيون إلى هروين. انضمت لوموند للزفة العالمية، الصحافة العالمية الحقيقة تقيم زفة متكاملة الأركان لرأس النظام فيما يتعلق بالمخدرات. اللوموند سجلت حضورها في هذه الزفة بالمزامير الصحافة العالمية، وتضرب له بالدفوف حول الأسد وعلاقة الأسد بالمخدرات. طيب النظام الأردني يسمح هذا؟ يقرأ هذه الصحافة؟ يعني هم قوم يحبون القراءة بالإنجليزية والفرنسية، يقرؤون هذه التقارير، السعودية تقرأ هذه التقارير، دول الخليج العربي تقرأ هذه التقارير، الصحافة العالمية ما أبقت شيئا يستر عورة الكبتاغون عند النظام، ما أبقت شيئا. على ماذا القوم مصرون على التطبيع؟ والصحافة لم تترك شيئا، لم تحكي. اللوموند اليوم وصلت إلى الرفيق الخالد، هي هذه سابقة تسجل للوموند، الواشنطن بوست، الفورن بوليسي، نيويورك تايمز، الجارديان، كل هذه الصحف يعني لم تذكر دور الرفيق الخالد. الحقيقة هذه إضافة مهمة ولفتة جيدة، وعلي دوبا الكل كان يعرف دوره في البقاع اللبناني، وهو الذي أشرف على مسألة زراعة الحشيش وأخذ منتوجه. والبقاع اللبناني يعني هذه البيئة الحاضنة لحزب الله كذلك هي بيئة عريقة بالحشيش، ومنها خرج المجاهد الكبير أصلا نوح زعيتر. انتهى ما تبقى، غدا بإذن الله 9 مساء بتوقيت دمشق، ما تبقى جديد، في أمان الله.